السلام عليكم أصدقاء المتابعين، كيفكم؟ كيف صحتكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير يا رب. اليوم معاي خبر عن غابات اليونان، خبر سيء للأسف. بغابات اليونان سيدة عجوز عانت بشكل كتير كبير بسبب مهاجرين، شخصين اثنين. هدول الشخصين على الأغلب عبروا على اليونان من منطقة سوفلي، وبآخر الفيديو رح أشرح لكم على الخريطة كيف صار هذا الأمر، وين صار بالضبط على الخريطة. هدول الشخصين بعد ما طلعوا على شمال سوفلي في منطقة الغابات بالضيعة الصغيرة، بأحد الأماكن كان في ضيعة اسمها كيريكيلي أو هيك شيء، رح تشوفوه على الخريطة. هدول الشخصين الاثنين مو معروف جنسيتهم من وين، لكن بهاي الضيعة هدول الشخصين هاجموا أحد المنازل يلي على أطراف الضيعة. كان في داخل هذا البيت امرأة كبيرة بالعمر، عمرها 69 سنة، عايشة لوحدها ومتقاعدة. فهجموا عليها وربطوها وقيدوها وسرقوا منها مصاري وسرقوا منها طوق ذهب، وضلوا بالبيت تقريبا لمدة 5 ساعات وهن عم بياكلوا وبيشربوا قدامها وهي مربطة. ليونان نشرت فيديو مجرد، يعني هو مو فيديو حقيقي لكن فيديو صغير بيمثل هاي الواقعة، لكن هو مو حقيقي، رح تشوفوه كمان بآخر الفيديو. فبعد ما خلصوا ما فكوها وطلعوا وكملوا طريقة. فالمرأة بعد عدة ساعات قدرت تفك حالها وتتصل بالبوليس ونقلوها للمستشفى. بعد يوم من وجودها بالمستشفى صار معها ضيق تنفس حاد، ما قادرة كانت تتنفس بشكل صحيح. لذلك البوليس عم يدور بغابات اليونان على هدول الشخصين عشان يعتقلون، وصار استنفار كتير كبير بسبب هاي الحادثة، وجميع وسائل الإعلام باليونان عم تحكي عن هاي الحادثة بالضبط، إن مهاجرين هاجموا بيت آمن ما كان عم يعمل لهم أي مشكلة. خلونا ننتقل للخرائط عشان تشوفوا وين صار هذا الشيء بالضبط. وقبل ما نسكر هذا الفيديو، في حاليا حريق بغابات اليونان في منطقة كورونفولي، لذلك يرجى الحذر من هاي المنطقة إذا كان حدا بده يعبر منها بالأيام القادمة، فحاليا فيها حريق. ديروا بالكم حالكم، والسلام عليكم. طبعا مثل ما لكم شايفين هاي غابات اليونان وهي منطقة سوفلي شايفينها. الحادثة وقعت بهاي الضيعة كيركيرلي او هيك شيء اسمها، شايفينها. الحادثة وقعت في هاي الضيعة، المرأة المسنة كانت موجودة بهاي الضيعة. على الاغلب انهم عابرين منطقة سوفلي وداخلين في الغابات وعاملين هاي العملة بهاي الضيعة. حاليا الحريق اللي حكيت عنه موجود في كورونفولي، هيا شايفينه حوالين كورونفولي في حريق، فديروا بالكم حالكم والسلام عليكم.